سبق الإسلام في إيجاب الحجر الصحي. فالعزل والحجر وسيلتان هامتان للوقاية من سراية الأمراض المعدية والوبائية. ويقصد بالحجر تحديد حرية الانتقال لكل حي تعرض للعدوى بمرض سار، وحجره مدة من الزمن تعادل أطول حد لحضانة ذلك المرض. ومدة الحضانة للمرض هي المدة التي بين الإصابة بمسبب المرض إلى ظهور أعراض المرض. فإذا ثبتت سلامة الذي حجر عليه حجرا صحيا رفع عنه الحجر، وإلا عزل لإصابته. كان فريق من الناس منذ القديم يبتعدون عمن يعلمون أنه مصاب بمرض سار تجنبا للعدوى، وكذلك كانوا يتخوفون من الدخول إلى بلدة أو قطر فيه وباء، ولكن لم يكن معروفا أنه لا يجوز أن يخرج الإنسان السليم من بلدة أو منطقة موبوءة بمرض وبائي، لأنه لم تكن الجراثيم وهي عوامل الأمراض السارية لم تكن معروفة، لا هي ولا مدة حضانة أمراضها. لذا لم يكن معروفا أن الخارج السليم ظاهرا ربما كان في دور الحضانة أو في دور النقاهة، أو كان ذا مناعة على ذلك الوباء، ولكنه من حملة جراثيمه أو من حملة الحشرات الناقلة لجراثيم ذلك الوباء، كالبراغيث المصابة بجراثيم الطاعون والقمل الحامل لجراثيم التيفوس، لم يكن ذلك معروفا. ومع ذلك فقد وضح رسول الله صلى الله عليه وسلم بنور النبوة طريق الوقاية وسبيل الحجر الصحي قبل اكتشاف الجراثيم وتعيين مدة حضانة الأمراض السارية والوبائية 12 قرنا ونيف من الزمان.